واصل الثوار لليوم الرابع على التوالي تقدمهم على حساب قوات النظام في الأجزاء الشمالية من محافظة درعا. وأعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص مساء اليوم سيطرتها على حاجزي مخبز الرحمن وروضة العروج وعدة مواقع داخل حي المنشية، حيث نشرت إحصائية توثق خسائر قوات النظام وصورا للضباط وعناصر قتلوا خلال المعارك الدائرة في المنطقة. وفي الأثناء استهدف طيران النظام الحربي المناطق المحررة حديثا، كذلك تعرضت أحياء درعا البلد لغارات جوية أسفرت عن جرح العديد من المدنيين بينهم أطفال. وللوقوف على آخر التطورات الميدانية في محافظة درعا ينضم إلينا من ريف درعا الناشط الإعلامي مهند الحوراني. مرحبا بك سيد مهند، بداية ضعنا في صورة آخر تطورات معركة الموت لا المذلة، ما هي؟ كيف يبدو المشهد العسكري شمال مدينة درعا الآن؟ حقيقة أخي الكريم، يعني المشهد العسكري في مدينة درعا وريفها يعني هو معنويات عالية جدا خلال الانتصارات الكبيرة التي حققها الثوار خلال الأيام الماضية بتقدمهم الكبير على جبهة حي المنشية بدرعا البلد. اليوم وقبل ساعات من الآن أعلنت غرفة البنيان المرصوص التي تدير المعارك في حي المنشية بدرعا البلد عن تحرير روضة البروج ومخبز حي المنشية وعدد من الأبنية المحيطة به. يعني هذا التقدم المستمر منذ عدة أيام في حي المنشية أدى إلى سقوط أكثر من نصف حي المنشية في يد الثوار واندحار قوات النظام إلى الخلف. طبعا هذا الهجوم يعني أدى إلى حملة جوية غير مسبوقة من قبل الطيران الروسي والطيران الحربي على المدنيين للانتقام من هذا التحرك العسكري قبل الثوار الذي أدى بعد تصعيد النظام الذي أسبق الهجوم ومحاولة التقدم على جبهة المنشية في درعا البلد. حقيقة يعني عشرات الغارات الروسية سجلت اليوم في درعا حوالي 6 غارات جوية استهدفت بلدة اليادودة وأدت سقوط طبعا إضافة إلى تدمير المشفى الميداني في بلدة اليادودة بريف درعا. فيما أصيب يعني عدد كبير من المدنيين في غارات جوية تم تسجيلها في درعا البلد، أكثر من 9 غارات جوية على مدينة درعا البلد، إضافة إلى 8 غارات جوية على أحياء طريق السد وغارتين على منطقة غرز وغارة على بلدة صيدة. كما شن الطيران الحربي يعني أكثر من 13 برميل متفجر و4 براميل مفجرة على بلدة صيدا بالريف درعا الشرقي. طبعا يعني هذا الحملة من الطيران أدت إلى مناشدات من قبل الثوار والمجالس المحلية لإحراق الإطارات لتشكيل غوامة سوداء لتحجب الرؤية أمام الطيران الروسي الذي كثف استهدافه خلال اليومين الماضيين، حيث قام عدد كبير من الأطفال والناشطين والمدنيين بحرق الإطارات لحجب رؤية الطيران عن استهداف الأحياء في مدينة درعا المحررة بعد الحملة الشرسة كما حدثت لك. طيب سيد مهند، كيف تبدو الأوضاع الإنسانية في أحياء درعا البلد مع تصاعد وتيرة القصف؟ إلى أين يتجه النازحون في تلك المنطقة؟ حقيقة يعني الوضع الإنساني بالغ في السوء. نحن نتحدث عن شهر شباط، يعني الشتوية لا تزال على أشدها، منخفض جوي بارد، أكثر من 3500 عائلة هم الآن نازحون خارج مدينة درعا. نحن نتحدث عن آلاف المدنيين من مدينة درعا نزحوا نحو السهول المحيطة وعدد من القرى والبلدات المحيطة بمدينة درعا، من بينها صيدا وأم الميادن ونصيب وبلدات الريف الغربي من تل الشاب والمزريب وغيرها. يعني عدد كبير من المدنيين جلهم سكنوا في السهول المحيطة بدرعا البلد ولجوا إلى بعض أسرهم وأقاربهم، إضافة إلى بناء بعض الخيام. طبعا المساعدات الإنسانية التي قدمت لهؤلاء النازحين هي قليلة جدا، نتحدث عن 600 سلة إغذائية تم تقديمها لهؤلاء النازحين خلال الأيام الماضية، غالبيتهم في العراء كما حدثتك. الوضع الإنساني سيء جدا، لا وجود لمواد تدفئة ومحروق، غالبية المدنيين الذين نزحوا يعني بما عليهم من ملابس فقط، يعني وضعهم الإنساني سيء جدا. من تبقى في الأحياء السكنية داخل درعا البلد والأحياء طريق السد ليحمي بيوتهم هم لا يتصلهم أي مساعدات، أيضا هم مقطوعين عن أي خدمات طبية نتيجة التدمير الذي حصل لعدد من المشافي في درعا البلد وخروجه عن المشفى عن الخدمة، إضافة إلى عدم وجود أو دخول أي منظمة إلى هذه الأحياء لتقديم المساعدة لمن تبقى من المدنيين داخلها خشية استهدافهم وخشية على الكوادر التي داخل هذه المناطق الحساسة والتي تشهد تصعيدا كبيرا من قبل النظام والطيران الروسي خلال الأيام الماضية. نعم، أشكرك كثيرا، كنت معنا من ريف درعا الناشط الإعلامي مهند الحوراني.